لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بناتي طلبة وطلبات الثانوية العامة، أهلا بكم في قناة بنسبة التعليمية. معاكم مستر تامر مصطفى حسين، مدرس اللغة الإنجليزية. النهاردة إن شاء الله هنشرح أول 3 يونتس من المنهج، يونتس 1 2 and 3. إن شاء الله أتمنى تكون مراجعة مثمرة بالنسبة لكم وتقدروا تستفيدوا منها بإذن الله. Choose the correct answer from A, B, C, or D. It's been 2 months since we space our uncle in the village. الجملة واضحة بتقول إن مضى شهرين من ساعة ما زورنا عمي في القرية. عندي في 4 choices: had visited, visited, have visited or visit. دايما يا اولاد لما نيجي نختار الاجابه الصح نستبعد الاجابات الخطا. قاعده سنس عندي ثابته دايما بتقول ان بعدها دايما بيكون past simple. past simple يبقى ماضي بسيط، مش هيكون past perfect ماضي تام or present perfect. يبقى since we visited يبقى الاجابه الصح It's been 2 months since we visited our uncle in the village. Let's move to the next question. They space geography since 2002. Had taught, taught, were teaching, have taught. طبعا عندنا هنا since 2002 since من الكلمات الداله على زمن البريزنت بيرفكت المضارع التام، ودي تعتبر keywords عندنا. يبقى الاجابه الصح هتكون they have taught geography since 2002 present perfect. The next question: while space for the school bus I met one of my old friends. أثناء انتظاري في عند محطة الأتوبيس قابلت بعض أصدقائي. While being waited, am waiting, was waiting, or waiting. While past continuous, past simple. ماضي مستمر، ماضي بسيط. طالما هنا مفيش subject، مفيش فاعل، يبقى هنختار waiting. لان احنا عندنا لو في subject هنختار was waiting. While I was waiting for school bus I met one of my old friends. بس هنا ما فيش subject، هنا يبقى الاجابه الصح هتكون waiting. While waiting for the school bus I met one of my old friends. The next question: my uncle space for the company for 10 years when he got the promotion. عايز اقول ان عمي شغال في الشركه دي من 10 سنين لما حصل على ترقيه. had been working, has been working, had worked, will be working. برضه يا اولاد عايزين نستبعد الاجابات الغلط. had been working, has been working, had worked, will be working. هنا got زمن past simple. طالما got بس simple هستبعد ال present or future، يعني هستبعد has been working وهستبعد will be working. فاضل had worked و had been working. طيب ايه الاجابه الصح في الاثنين؟ past perfect or past perfect continuous؟ هنستخدم هنا had been working عشان في محدد الوقت او الوقت العمل لمده الشركه 10 سنين، شغله في الشركه 10 سنين، يبقى في الحاله دي هستخدم had been working. Let's move to the next question. My sister space her university degree in 2000. اختي حصلت على الشهادة الجامعية سنة 2000. was getting, has got, got, had got. احنا عندنا هنا keywords كلمة in 2000 هنا من الكيوردز الزمن الباست سيمبل الماضي البسيط.
ان 2000. لو تفتكروا قلت في جملة قبل كده كانت since والسنة. since يبقى present perfect مضارع تام. اما in والسنة ده هنا هتكون past simple. ان 2000 يبقى ده حاجة حصلت في الماضي، يبقى الاجابة الصح هتكون got. my sister got her university degree in 2000. the next question. my uncle works as a surgeon in a urban country. my uncle works as a surgeon جراح in a urban country. a an d no article. هنا طبعا الحرف اليو هنا الاي سايلنت واليو نطق يو مش ا، هنا يعتبر حرف كونسوننت يبقى ده حرف ساكن. يوربان كونتري يبقى الاجابه الصح هتكون ا يوربان كونتري. ا يوربان كونتري. ليتس موف تو ذا نيكست كويشن. افتر ذا اكسيدنت ذا انجورد بيبل وير سبيس فاينانشلي. After the accident, the injured people were spaced financially. بعد الحادثة المصابين تم بشكل ماليا، يعني تم تعويضهم بشكل مالي. regulated, fined, compensated, or freed. The best answer is compensated. تم تعويضهم المصابين، تم تعويضهم ماليا بعد الحادثة. Let's move to the next question. There shouldn't be space against people of different cultures. There shouldn't be space against people of different cultures. لا يجب أن يكون إيه بقى اللي في النقط هنا، space هنا ضد الناس أو ضد الثقافات المختلفة. ايه المفروض ما يكونش فيه ايه؟ clarity, equality, prejudice, or justice. لازم نكون حافظين الكلمات يا اولاد، والكلمات دي كلها عندنا. clarity معناها وضوح، equality مساواة، prejudice تحيز، justice عدالة. طبعا shouldn't be هنا لا يجب ان يكون، يبقى انا عايز صفة سلبية. ما ينفعش يكون في تحيز ضد الناس اللي عندهم ثقافات مختلفة، يبقى الإجابة الصح هتكون prejudice. There shouldn't be prejudice against people of different cultures. The next question. She usually works hard. She spaces herself in her work. She usually works hard. She spaces herself in her work. Avoids, immerses, imagines, implements. هنا الإجابة الصح هتكون immerses. هي دايما بتغمز نفسها في عملها، بتكرس كل وقتها لشغلها، اسمها immerses. Let's move to the next question. They spend a lot of money on meat. The underlying word is adverb, preposition, adjective, article. هما بينفقوا فلوس كتير على اللحمة، يبقى هنا حرف جر on. ام الاعراب هنا مكانه ايه؟ ده يعتبر ايه؟ حال، صفة، اداة نكرة او معرفة، or preposition حرف جر. طبعا the best answer is preposition، لان on هنا يعتبر حرف جر. Let's move to the next question. By next summer, my older sister space university. By next summer, my older sister هتكون خلصت الجامعة. طبعا أنا عندي هنا keywords اللي هي by plus next summer اللي هي specific time in the future، وقت محدد في المستقبل. ففي الحالة دي هنستخدم مستقبل تام will have plus bb. By next summer, my older sister will have finished university. طالما عشان في by plus specific time in the future يبقى نستخدم will have finished. The next question. ده من الأسئلة الكويشن تاج يا أولاد. Let's try to find them. Let's try to find them.
will you, will we, do I, shall we, did I. Let's يعني يلا بينا. ده اسلوب suggestion يا أولاد، اقتراح. يلا بينا نجدهم. طب عشان أجيب الكويشن تاج المناسب للجملة دي هتكون shall we. لكن لو كانت let us، let us try to find them، كده اسمح لنا ان احنا نجدهم، ففي الحالة دي هتكون will you، لانه هيكون هنا imperative sentence، هتبقى جملة امر، فالسؤال الquestion tag بتاعها will we، لكن let's try ده suggestion اقتراح، فهيكون الquestion tag shall we. Let's move to the next question. No sooner space fallen off his bicycle than the policeman hurried to help him at once. بمجرد ما الولد وقع من على العجلة، البوليس مان، رجل البوليس أسرع لإنقاذه أو لمساعدته. No sooner لما بتيجي دايما في أول الجملة بتعامل معاملة الاستفهام، يعني ما ينفعش يجي، لازم يجي بعدها فعل مساعد زائد فاعل، لازم يجي فعل مساعد زائد فعل، فهستبعد A and B، the boy had and the boy did، لأن أنا عايز أبدأ الجملة بهيلبينج فيرب، بعد no sooner لازم أبدأ الجملة بهيلبينج فيرب. فاضل إجابتين كده يا أولاد، did the boy و had the boy. اللي هيخليني أختار واحدة من الاثنين الفعل هنا fallen، fallen هنا past participle تصريف ثالث، فهتكون الإجابة الصح had the boy fallen مش did the boy، لأن did دايما بيجي بعدها الفعل في الانفينيتيف في المصدر، لكن هنا التصريف ثالث الباست بارتيسيبل، فهختار had the boy fallen. The next question. I think it space hot tomorrow. بكرة الجو هيكون حر جدا. It's going to be, is being, will be, will have been. ده طبعا future، مستقبل، عشان كلمة tomorrow. بس هنا prediction without evidence، تنبؤ بدون دليل، ما عنديش دليل على كلامي. قال I think، أعتقد، I'm not sure about that. يبقى the answer is will be. Prediction without، prediction أو تنبؤ without evidence، بدون دليل. I think it will be hot tomorrow. The next question. Once I sure the car is ready for the journey, I'll contact you. أول ما أتأكد إن العربية جاهزة للرحلة، I'll contact you، أنا هتصل بيك. Once هنا من conjunctions يا أولاد اللي لازم يجي بعدها present perfect or present simple. Have made، was making، had made or will make. The answer is have made. Once plus present perfect، الجزء الثاني من الجملة بيكون future، will plus infinitive. Have made، طبعا ما ينفعش أقول will، من برضو لما نيجي نستبعد الإجابات يا أولاد ما ينفعش أستخدم past perfect، ما فيش past perfect مع future or past continuous مع الماضي المستمر، ما ينفعش، يبقى أنا ما عنديش غير have made. The next question. The problem is difficult but I am doing my best to space it, think, win, go, overcome. دي من الكلمات اللي عندنا يا أولاد اللي هي overcome، يتغلب على، يقدر يحلها، يعني المشكلة صعبة بس أقدر أحلها. يبقى the problem is difficult but I am doing my best to overcome it. برافو يا أولاد. The next question. Space running my own business is sometimes hard. I enjoy it. Running my own business is sometimes hard. I enjoy it. رغم ان إدارة أعمالي أحيانا بتكون صعبة بس أنا مستمتع بده. الجملة هنا يا أولاد هتلاحظوا إنه فيها contrast، تناقض. تناقض يبقى هنستبعد الجمل اللي ما تدلش على التناقض. هنا عندي although تناقض، عندي despite تناقض، عندي however تناقض، whatever لا. طيب although بيجي بعدها full sentence. Running my own business is sometimes hard. هنا full sentence. في الحالة دي هنستخدم although. أما despite بيجي بعدها noun or ing. وhowever بيجي بعدها adjective or adverb. يبقى the best answer، الإجابة الصح هي although. Although running my own business is sometimes hard, I enjoy it. The next question.
We all admire Mr. Sami as he's known to speak space French. كلنا معجبين بمستر سامي لانه بيكلم فرنساوي بطلاقه. Speak French. هتلاحظوا ان French هنا ناون يا اولاد. عندي fluent, fluently, fluency or frequently. الاجابه الصح هتكون fluent French. Fluent French بيتكلم انجليزي بطلاقه. هنا ليه قلنا fluent مش fluently؟ لان French noun لازم يجي قبلها adjective. يبقى fluent if fluent French. تعالوا نبص بقى على النيكست كويشن وهيبقى في لينك بينه وبين البريفيوس وان. We all admire Mr. Sami as he is known to speak French fluent, fluently, fluency or frequently. طبعا هنا speak verb وبعدها speak French يبقى speak French fluently. بيتحدث الفرنسية بطلاقة. هنا لازم نحط هنا adverb لان انتوا عارفين يا اولاد ان الادفيرب describes verb بيصف فعل. is known to speak French fluently. عرفنا الفرق بين 18 و 19. المثال رقم 18 و 19 فيهم فرق. الاولاني speak fluent French. هنا speak French fluently. The next question. Everyone agreed to the concert was a كل واحد متفق ان الحفلة a success, successful, succeed, successfully. كل واحد متفق ان الحفلة كانت ناجحة جدا. طالما هنا was بعدها a يبقى لازم بعد الارتكل a يبقى لازم احط noun was a success. لكن لو مفيش الا دي مش موجودة يبقى بعد الverb to be هنحط adjective. يبقى everyone agreed the concert was successful. لكن لو قلت was a يبقى was a success. The next question. My travels around Europe gave me several. سفرياتي في أوروبا ادتني خبرة كتير. أنا عايز بس قبل ما أبدأ شرح السؤال ده أعرفكم إيه الفرق ما بين experience كcountable noun or uncountable noun. لو experience countable noun يبقى دي معناها مواقف في الحياة. تجارب عدت عليك في الحياة فساعتها هنا ممكن نعدها تبقى experiences. لكن لو بتكلم عن خبرة دي uncountable noun هنا لا تعد خالص وفي الحالة دي مش هنستخدم معاها مش هنضيف لها اس خالص ولا هيحط قبلها an or a. تعالوا نشوف my travels around Europe gave me several experiences. اكيد several experiences لان دي مواقف حصلت لي في اوروبا يبقى دي حاجه تعد وكمان several بتيجي مع الاسماء countable nouns فهتبقى experiences يبقى اكيد هستبعد experience. اول واحده دي مستبعده تماما. انا عندي ممكن experiences ممكن experiences و or دي experiences الثلاثه هنا معايا ينفعوا برضو. My last trip was اخر رحله ليا was experience that must be told to you. هي خبرة حصلت لي. خبرة يبقى هنا لا تعد. يبقى هنا تنفع experience لكن ما تنفعش experiment. يبقى انا كده استبعدت اول واحدة واستبعدت C كمان لان هنا برضو experiment ما تنفعش experiment تجربة في معمل. يبقى experience هي اللي عندي اللي هي D. طيب if you aren't doing an experiment in the laboratory come and listen to it. My last trip was an experience that must be told to you. هي خبرة حصلت لي ولازم احكيها لك. يبقى اخر يبقى دي experience دي خبرة حصلت لي. يبقى دي برضو تعد. لو انت مش بتعمل اي experiment تجربة في معمل تعال واسمعها. يبقى the best answer is D. My travels around Europe gave me several experiences. دي تعد. عشان كده قلنا experiences مواقف. Traveling gives you too much experience. السفر بيدينا خبرة كتير. هنا الخبرة في الحياة لا تعد. عشان كده قلت much. Much experience هنا لا تعد يبقى هنا uncountable noun. My last trip was an experience. ده موقف في حياتي حصل. يبقى ده موقف يعد. يبقى حط an experience. If you aren't doing an experiment لو مش بتعمل اي تجربة في المعمل come and listen to it.
كده عرفنا يا اولاد الفرق بين experience, experiences or experiment. The next question. The thieves enter the flat and space it. They space all the money and some devices. اللصوص دخلوا الشقة وسرقوا فيها وسرقوا الشقة وسرقوا بعض الأجهزة والفلوس. إيه الفرق بين stole and rob؟ كلمة rob معناها يسطو على مكان، أما steal or stole هنا معناها يسرق الشيء. لما أقول the thieves enter the flat and space it كده معناها ان انا عايز اتكلم على شقة، سرقوا الشقة، سرقوا المكان نفسه، يبقى هنا هقول robbed. لكن لو اتكلمت على فلوس بقى او اجهزة، دي اشياء مش مكان، ففي الحالة دي هستخدم stole. يبقى the answer is robbed and stole. هنقول تاني the thieves entered the flat and robbed it. They stole all the money and some devices. عرفتوا ولا the difference between rob and stole؟ rob يسطو على مكان، أما stole سرق الشيء. Let's move to the last question. Translation. Our national income has many resources. Some are stable resources and others are unstable. But tourism, oil, the Suez Canal and the taxes are the most important. عشان احل سؤال زي ده اولاد لازم اعرف افرق واطلع الاختلافات ما بين الاربع جمل. لدخلنا القومي العديد من المصادر، بعضها ثابت والبعض الاخر غير ثابت، ولكن تبقى السياحة والبترول وقناة السويس والضرائب الاكثر اهمية. لازم نقارن الاربعة ببعض. تعالوا نعمل مقارنة كده. هتلاقي ان في رقم ب لدخلنا القومي العديد من المصادر، بعضها غير ثابت والبعض الاخر غير ثابت. ارجع لاصل الجمله، هتلاقيها some are stable resources and others are unstable. يبقى انا عايز ثابت وغير ثابت، يبقى رقم ب مستبعده تماما عندي. رقم ج لدخلنا القومي العديد من المصادر، بعضها ثابت والبعض الاخر غير ثابت، ولكي تبقى السياحه والبترول. خلي بالكم من كلمه لكي، لكي هنا هو كاتب هنا بط ولكن مش ولكي، الغلطة في الحرف في كلمة لكي، يبقى برضو رقم جيم هتبقى مستبعدة. رقم دال لدخلنا القومي العديد من المصادر، بعضها ثابت والبعض الآخر غير ثابت، ولكن تبقى السياحة والبترول وقناة السويس والضرائب الأقل أهمية. طبعا هو عايز هنا the most important الأكثر أهمية، يبقى هتكون الإجابة الصح هي رقم ألف. بكده احنا انتهينا من المراجعة على اول 3 units 1, 2, and 3. اتمنى بناتي واولادي طلبة الثانوية العامة يكونوا استفادوا من المراجعة دي، وان شاء الله نلتقي قريبا في المراجعة النهائية بإذن الله.